في أزقة دمياط وشوارعها، ورش قديمة لصناعة عتيقة، وحرفيون عرفوا هذه الحرفة من أجداد الآباء، شهرة انفردوا بها ووضعتهم على قائمة أمهر الحرفيين. فصناعة الأثاث هي مصدر دخل رئيسي للسكان هنا. صحيح أن حركة البيع والشراء ليست على ما يرام مقارنة بسنوات طويلة ماضية، لكن تبقى الصناعة ذات مكانة هامة. هي المشكلة الأساسية عند كل الناس النهاردة هي الغلاء، غلاء الخامات بشكل فاحش، وطبعا السوق له سقف، يعني مش كل ما الخامة بتزيد أنا بقدر أزودها على العميل. يعني كان اما الدولار كان بخمسة جنيه وستة جنيه كان ممكن نقدر نبيع طقم بخمسة وتلاتين ألف وبأربعين ألف بسهولة جدا. النهاردة السقف في الشغل المودرن والألترا مودرن والكلاسيك 7000 و8000، في حين اما كان الدولار بخمسة جنيه وستة جنيه كنا بنبيع طقم بخمسة وتلاتين ألف محجوز سنة قدام. النهاردة الوضع اختلف مع زيادة الأسعار، والناس حصل لها لخبطة معيشية في كل شيء، فأصبح السوق ليه سقف. فأنا مش كل ما الخامة بتزيد أنا بزود، لا، أنا بدور على فرصة أزود فيها إنتاجي فأكسب قليل وأبيع كتير. أدخل العديد من الصناع هنا الآلات في العمل اليومي بعد أن كان النحت على الخشب أهم ما يميز صناعة الأثاث في دمياط، خاصة المنتجات الكلاسيكية التي اشتهرت بها المدينة. والله إحنا بدأنا نعتمد على المكن القيمة ده الحديث من حوالي 7-8 سنين تقريبا. أغلب حضرتك طبعا هو أسرع في الإنتاج، كانت الأول الشغل بيخش في مراحل تخبيط عادي أو يدوي، والقيماجي بيشتغل بإيده هاند ميد أغلب حضرتك، بس كان بيأخر الشغل ومراحل إنتاجه. إنما دلوقتي ده طبعا مرحلة أسرع، إن أنت بتخش الشغل بيخش لنا خام أغلب حضرتك في غضون ساعات، بعد ما بتحط على المكنة بيخرج قيمة جاهزة. الأول كان ممكن بياخد أيام، إنما دلوقتي بياخد ساعات قليلة. يعني حتة شغل مثلا زي اللي على المكنة ده حضرتك بتاخد لها في غضون خمس ساعات شغل عندي على المكنة، إنما كانت الأول ممكن تاخد لها ثلاث أيام شغل. لكن بعضا من الورش ما زال أصحابها يصرون على البقاء والحفاظ على العمل اليدوي مع الاستعانة بالآلات الخاصة بالحفر على الخشب. ونظرا لأهمية موقع دمياط الساحلي وامتلاكها ميناء بحريا، أصبحت مدينة تجارية بامتياز. عززت صناعة الأثاث من مكانة مدينة دمياط التجارية، وبفضل هذه المكانة أصبحت المدينة واحدة من أشهر وجهات شراء الأثاث لمختلف الطبقات والأذواق، حتى وإن واجه بعض من صناع هذه الصناعة تحديات عديدة. الأيدي العاملة في الورش الكبيرة كهذه تمثل الجيل الأول من الصناع والذين ورثوا الحرفة عن أجدادهم. أما حالياً فنقص الحرفيين له دور أيضاً في تراجع بسيط لهذه الصناعة. عزوف بعض الصناع عن تعليم أولادهم الصناعة، ودي ما زالت المشكلة دي قائمة، لأن طبعاً كان زمان في دمياط المواطن بيخرج ابنه من المدرسة وكان بيعاب عليه أنه بيخرج ابنه من المدرسة عشان يشغله في الورش أو في الصناعة. أصاب الورش وأصاب الصناعة مشاكل كبيرة جداً، فما عادش في حد بيعلم ابنه أنه يبقى قيماجي أو أشرجي أو استرجي، وبالتالي حصل قلة شوية في عدد الصناعية اللي هم الجيل الثاني في الصناعية أو الجيل الثالث في الصناعية. طبعا الكلام ده كان طبيعي انه يحصل في ضوء الاعتماد الشديد جدا على المكن. طبعا اي مكن حديثه بتدخل بيتشال قدامها عدد من الصنايعيه. لا يعتمد تسويق المنتجات على السوق المحلي فقط، بل على التصدير خارج مصر ايضا، خاصه الى الدول العربيه. كان فيها عندنا بس مشكله بالنسبه للصناع في التسويق وفي التصميم. حاولنا نحل المشكله دي ببعض المجهودات اللي احنا عملناها. احنا بنوريهم دلوقتي ازاي يعملوا معارض موجوده في كل المحافظات، فبنتعاون مع المحافظين في المحافظات الاخرى مع وزاره التضامن الاجتماعي، هي بتنظم لنا المعرض، وبنروح انا وزاره التضامن بنفتتح المعرض. المحافظ بيبقى مسؤول عن ان هو يوفر لنا مكان ساحه كبيره يعني، ويكون بسعر رمزي للعارضين. ودينا دلوقتي منتجات الصناع، ورحنا المنيا مرتين، ورحنا أسيوط، بنعمل صنع في دمياط في القاهرة في مركز القاهرة، بنعمله 4 مرات في السنة.
كمان بنشارك الصناع بيشاركوا في تراثنا وديارنا. المعرضين دول المعرض دي خلت الصناع انهم يتعرفوا يوروا منتجاتهم للمحافظات الاخرى، طبعا بيبقى عليهم معروضات بيعرضوها للناس، بيبقى عندهم بروشورز بيقدموها كتالوجات، وبعد كده بيتواصلوا بقى الناس دي معاهم، فكلهم بيطالبوا ان احنا على طول نبقى في معارض. وبعد غزو المنتجات الاكثر حداثه للسوق المصري واستيراد بعض منها من الدول الاخرى، تحول نشاط الصناع هنا من مجرد صناعة أثاث كلاسيكي إلى مواكبة التطور الذي حدث بمنتجات أكثر حداثة. معظم الناس اللي بيشتغلوا في المجال هنا كانوا بيعتمدوا على الورش الصغيرة، وكانوا بيعتمدوا على شغل الإيد وعلى الهاند ميد وعلى الكلام ده. الكلام ده طبعا مع تحول الحرفة لصناعة بدأوا الناس يواجهوا بعض المشاكل، لأنه النهاردة بدأنا نبعد عن حتة الإيد اللي بتشتغل وبتدي تفاصيل والشغل الكلاسيك للماس برودكشن وللإنتاج الكبير والحاجات اللي هي بتعتمد أكتر على الميكنة وبتعتمد على الخامات الجديدة والخامات اللي جاهزة يعني. فبالتالي الكلام ده كله أثر على قطاع كبير من المصنعين إلى حد ما، اللي هم دلوقتي إحنا نعتبر في مرحلة تحول أو ربما نكون تجاوزناها إلى حد ما. النهاردة بقى في مصانع بتنتج أساس مودرن بشكل كويس في دمياط، النهاردة بقى في منتج للأساس المودرن مميز جدا، النهاردة بقى في ناس موردين داخل دمياط بيوردوا الأساس المودرن لكل مصر. وتبقى دمياط بحكم التاريخ ومكانتها الصناعية واحدة من أهم المدن المصرية التي تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري، سواء بصناعة الأثاث أو صناعات أخرى، ووجهة تجارية هامة للمستثمرين من داخل مصر وخارجها. آيا راضي، سكاي نيوز عربية، مدينة دمياط.